هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية، بانطلاقة شوط الختام وختام أشواطنا في هذه الفترة الصباحية. على بركة الله ينطلق الشوط الخامس عشر الخاصة باللقاية. الإبكار والمسافة هي الخمسة كيلومترات الحاضرة والمنطلقة من خلال هذا التحدي. وجائزة هذا الشوط سيارة عبارة عن نيسان بترول بيكب للفائز بالمركز الأول. نسير مع البداية ونتابع الصدارة. هناك المركز الأول والمقدمة هناك شامه على الصدارة. سعيد بن محمد بن مبارك الخيال يقدم لنا شامه على البداية وعلى المركز الأول. المركز الثاني هناك الغزيل يابر بن صالح بن علي بن حمد ينطلق مع المركز الثاني والمركز الثالث. ثالث المراكز مشاهدينا الكرام، الوصول، الوصول والتقدم من الشاهنية. الويهي بن الزفنة بن الويهي بن الزفنة العفاري ينطلق مع المركز الثالث. أما المركز الرابع، رابع المراكز مشاهدينا الكرام، الوصول من شوق خليفة بن محمد بن سالم الدرعي ينطلق مع المركز الرابع والمركز الخامس. خامس المراكز الشايبة هناك عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري ينطلق مع المركز الخامس. هكذا النتيجة للخمسة المراكز المنطلقة، ولكن هناك شعارات لم يحين دخولها لعالم الإذاعة. نعود مع البداية نتابع الصدارة. هناك المركز الأول وصدارة هذا الشوط، شامع على المركز الأول، شامع على الصدارة وعلى البداية. الله يا بن حمدش، هناك من يقدم لنا شامع. سعيد بن محمد بن مبارك بن حمدش الخيالي يقدم لنا شامع على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني، ثاني المراكز، هناك الشايقة، وصلت الشايقة. سالم بن راشد بن محمد البريس المري يقدم لنا الشايقة مع المركز الثاني. أما المركز الثالث، ثالث المراكز الشاهنية، الويهي بن الزفنة بن الويهي بن الزفنة العفاري ينطلق مع المركز الثالث. أما المركز الرابع، رابع المراكز مشاهدينا الكرام، الوصول من هملولة علي بن سالم بن علي الكتبي ينطلق مع المركز الرابع. أما المركز الخامس، خامس المراكز الشاهنية، سيف الراشد بن خلفان بن راشد العامري ينطلق مع المركز الخامس. هكذا النتيجة للخمسة المراكز المنطلقة في هذا الشوط المتميز. نعود مع البداية، مع شوط الختام، مع شامه على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. سعيد بن محمد بن مبارك بن حمدش الخيالي يقدم لنا شامه على البداية وعلى المركز الأول. المركز الثاني، ثاني المراكز المنطلقة مشاهدينا الكرام، هناك الشايقة، سالم بن راشد بن محمد البريس المري. هناك مع المركز الثاني والمركز الثالث، ثالث المراكز الوصول مشاهدينا الكرام. هناك تقدم هملولة علي بن سالم بن علي الكتبي يتقدم مع المركز الثالث. أما المركز الرابع، رابع المراكز مشاهدينا الكرام، الوصول من الشاهنية، الويهي بن الزفنة بن الويهي بن الزفنة العفاري ينطلق مع المركز الرابع. أما المركز الخامس، خامس المراكز مشاهدينا الكرام، التسلل، التسلل من الشاهنية، سيف الراشد وخلفان الكتبي يتسلل بالعامري من مركز إلى مركز. هكذا الأسماء المنطلقة، ولكن نعود، نعود مع البداية، نعود مع التحدي، مع شوط الختام. من يختم هذا التحدي بأداء متميز؟ على البداية شامه، على المركز الأول شامه. هناك سعيد بن محمد بن مبارك بن حمدش الخيالي يقدم لنا شامه القادم من الخزنة. هناك بهذا الشعار المتميز، ولكن التسلل، تسلل اشعار برايه مع المركز الاول وصداره هذا الشوط. هناك ايضا الشايقه على المركز الاول، سالم بن راشد بن محمد البريس المري يقدم لنا الشايقه مع المركز الاول وصداره هذا الشوط. المركز الثاني، ثاني المراكز هملوله، تنطلق هملوله مشاهدينا الكرام. هناك ايضا بهذا الاداء الرائع والتحدي المتميز، هناك الشاهنيه هي المنطلقه اللي غيرت من مركز إلى مركز واحتلت البداية، احتلت الصدارة. سيف الراشد بن خلفان بالعامري الكتبي ينطلق مع البداية، ولكن هنا الوصول، الوصول مع المركز.
المركز الثالث الوصول ايضا والتحدي من هملوله علي بن سالم بن علي الكتبي مع المركز الثالث والمركز الرابع رابع المراكز. يا سلام يا سلام يا سلام الوصول من وصايف الوصول من وصايف وصلت وصايف بأول ندى صالح بن مبخوت بن عيضة بن سالم العامري وصل وصل مع المركز الرابع والمركز هناك المركز الرابع أيضا التقدم الرائع والأسماء الواصلة في هذا الشوط. هناك أمجاد سعيد بن صالح بن سعيد الجربوعي المري يتقدم الجربوعي من مركز إلى مركز وهناك أيضا الوصول الرائع الوصول الرائع في هذا الأداء الرائع. هناك البويضة محمد بن مسلم بن قنزول بن حمرور العامري يا سلام يا سلام ولكن نعود مع البداية نعود مع الأمتار الأخيرة نعود مع الصدارة نعود مع الأداء الرائع على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. التسلل التسلل من أمجاد سعيد بن صالح بالعرج المري غير غير البداية غير الصدارة انطلق بالعرج مع البداية مع المركز الأول ولكن الشاهنية الشاهنية من الجانب الآخر الأمتار الأخيرة شوط الختام شوط الختام. يا سلام يا سلام بالعرج مسيطر على زمام الشوط مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الله يا هذا الشوط الله يا شوط الختام الله يا شوط الختام 200 متر أخيرة 200 متر خطيرة خطيرة والبداية هي هناك هناك أمجاد على المركز الأول. سلام يا المملكة سلام تهانينا والناموس على هذا الفوز وانتصار أمجاد بالمركز الأول. ساعة وصولها إلى خط النهاية متوجهة بهذا الفوز والانتصار سعيد بن صالح بن سعيد بالعرج المري المركز الثاني المركز الثاني. مشاهدينا الكرام كانت فيه الشاهنية راشد كانت فيه الشاهنية راشد بن طالب بن راشد بن شريم المري المركز الثالث. المركز الثالث كانت فيه وصايف صالح بن مبخوت بن عيضة بن سالم العامري المركز الرابع. المركز الرابع كانت في مشاهدينا الكرام الشاهنية سيب راشد بن خلفان بالعامري الاكتبي. أما المركز الخامس المركز الخامس مشاهدينا الكرام كانت فيه نوادر محمد بن جذران بن مبارك المزروعي. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز المنطلقة. نعود مع بالعرج وأدائها بهذا الفوز والانتصار وصايف هي من نالت ناموس هذا الشوط. تهانينا أمجاد هي من نالت ناموس هذا الشوط. سعيد بن صالح بالعرج المري 7:46 ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس يا بالعرج على هذا الفوز وانتصارها بانتصار أمجاد بشوط الختام المركز الثاني. المركز الثاني مشاهدينا الكلام كانت فيه الشاهنية راشد بن طالب بن راشد بن شريم المري 7:48 ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث. المركز الثالث مشاهدينا الكرام كانت فيه وصايف صالح بن مبخوت بن عيضة بن سالم العامري 7:50 جزء واحد يتيما من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.